السائل يقول: هل هناك آداب ومستحبات ينبغي القيام بها عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره؟ نعم، مسجد الرسول كسائر المساجد، إذا وصله يقدم رجله اليمنى ويدخل، وإن كان وقت فريضة يصلي الفريضة، وإن كان وقت نافلة يعني ما هو وقت فريضة يصلي تحية المسجد، ثم إذا فرغ يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ويسلم عليهم وينصرف. إذا أراد أن يدعو يدعو في المسجد ولا يدعو عند القبور. نعم.